بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق حبيبه المصطفى الكريم الذي قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وفي رواية صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. أيها السادة، إنه شهر رمضان فيه أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان من قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة وترية من الليالي العشر التي بلغت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، أحيا ليله بالركوع والسجود إلى المولى المعبود. إنها لأيام مباركة فيها العتق من النار، كما قال نبينا المختار: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إنها الأيام المباركة التي أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فمن مسته نفحة من ربه يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. في هذه الأيام المباركة اجتمعنا ها هنا على الحب وعلى الواجب وعلى الإيمان وعلى سنة نبينا المصطفى العدنان الذي قال: من عز أخاه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. وإنها لليلة تكريم في الشهر الكريم وفي الأيام الكريمة للراحل الكريم الحاج جمال أمين الزياتي رحمه الله، ومشاركة للأسرة الكريمة ممثلة في شقيقه الحاج السيد الزياتي وفي أبنائه الأكرمين الأستاذ محمد جمال الزياتي والأستاذ أحمد جمال الزياتي والمعلم تامر الزياتي والحاج محمد الزير. نعيش هذه الليلة المباركة التي نسعد فيها باستماعنا للقرآن في شهر القرآن من أعلام تلاوة القرآن. ضيفنا من الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء العلماء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية. وفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد عيد، القارئ المتقن المجيد العلم القرآني بمصر والعالم الإسلامي، وابن هذا البلد الطيب أهله القارئ العلم الطيب الخلوق المحترم فضيلة الشيخ عمرو برعي. أيها السادة، لنبدأ جمعنا باستماعنا لآيات ربنا
إذ قال ربنا في قرآنه الكريم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قارئنا ضيفنا من الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، نسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا جميعا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى الكفر قال من نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والله خير الماكرين. إن الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا ومكر الله والله خير إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا
وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك مثلهم عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ذلك مثلهم عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه خلقه من تراب ثم قال له فيكون صدق الله العظيم. قد أفلح من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين الفرحين الفائزين المطمئنين المستبشرين برحمة الله الواسعة. هبوا ثواب ما ذكرتموه إلى روح المتوفى وإلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة. الفاتحة.
عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيها السادة، لقد استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلم، ما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، ونبت بيت القراء الأجلاء العلماء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة الراحل الكريم الحاج جمال أمين الزياتي، باسم الحاج السيد الزياتي والأستاذ محمد جمال الزياتي والأستاذ أحمد جمال الزياتي والمعلم تامر الزياتي والحاج محمد الزير، وباسم كل عائلات الزياتي أشكر لكل من شرفنا بواجب العزاء. وشكرنا أيضا أيها السادة لصاحبة الفراشة الكبرى الحاج إسماعيل حجاب، وإلى الهندسة الكهربائية والإذاعية حسام جادو، ومصورنا منتدى سفراء القرآن الكريم ومخرجنا ناصر صلاح.